جبت لنا معاك الخير كله. أهلا رمضان وأيام رمضان وليالي رمضان وخير رمضان. الناس في الحلقة يعني سعيدة وبتجهز ومزينة الحلقة كلها. صباح الفل، كل سنة طيب. طبعا اجي هنا ما اقولش كل سنة طيب، كل ثانية وانت طيب، مش كل سنة وجمهور، كل ثانية وجمهور جوار السويس، الناس المحترم، صباحك زي الفل. كل ثانية، كل ثانية مش كل سنة. طبعا يا جماعة الزينة دي كل سنة بيعملوها، وبحاج لطفي قول للجمهور كل سنة طيب. كل سنة طيب، العام بخير، يقعد عليك العام بخير. طبعا استاذ الحاجات الحلوه كلها حاج لطفي وابو علي. ابو علي قول للناس كل سنه طيبين، رمضان بالخير جاي. بيقول لك ايه، جبت لنا معاك الخير كله. تمام يا جماعه، نبدا نخش على عبد الله. تعالى يا عبد الله حبيبي، يا عبد الله كل سنه طيب. يا عبد الله ده فاكهه بتاعتنا، الله، انا بقول فاكهه الحلقه والجمال كله. عارف لو ما تلاقوش جه انا بزعل، ربنا يخليه لكم. وهو الناس بتحبك يا عبد الله. تمام، صباح الفل، قول للناس كل سنه طيبين. طيب يا عم احمد، كل سنه طيبين. طبعا شيف حبيب قلبي هو عارف كويس. قول لجمهورك ايه، كل سنه طيبين ورب يجعله سنه سعيده عنك كده خير، وبالتخفيضات وبالخير الكتير يا رب. طبعا الحمد لله على السلامه. قول لجمهورك كل سنه طيبين ورب يا رب يبعد عنا الغلاوه والوباء ويخلي لنا مصر يا رب. كل سنه طيب، وفضل ابوك حبيبنا كلنا. طبعا اكيد طبعا. هيثم قول للناس كل سنه طيبين. كل سنه طيبين يا رب. كل سنه طيبين. ونخش بقى يا جماعه على حبيبي انا شخصيا. صباح الفل حاج محمد. قول لجمهورك الاول كل سنه طيبين، مشاهدة رمضان والشعب المصري كله بخير يا رب وسلام، ربنا يجعلهم يعني شهر رمضان خير على الناس كلها يا رب. بيجي بالخير، ويقول لك دايما الاغنيه الشهيره جبت لنا معاك الخير كله، صح كده؟ يا رب يخش عليكم الخير والسعاده، لانك انت يا محمد يا حموكشه من الناس اللي جمهوري جمهور جوار السويس بيحبك، لانك انت راجل، انت وحموكشه ناس محترمه في البيع وفي الشراء، صح يا هشام؟ قول للجمهور كل سنه طيبين. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين بالصحه والسلامه، وربنا يعيد دايما الايام بخير على وتشرفونا في رمضان. هتلاقوا ايه؟ وتشرفونا في رمضان هتلاقوا سمك حلو وسمك جميل بفضل الله تعالى. نبدا نستعرض يا استاذ محمد بقى الحاجه. طبعا يا جماعه هو بادئ فرش كبير، فرش الباغه المبرومه الرفيعه دي بكام يا حاج هشام؟ الحمد لله ب 80. 80، والكاسكومري الاوميجا اللي هي صاحيه ده سدينا معاها دي. المشكلة السمك شادد شوية. عشان هينزل إن شاء الله. ده بكام؟ ده 120. 120. والسردينة بتاعت الزيت وليمون. السردينة دي ب 80. ب 80. البلاميطاية الواحدة؟ دي ب 200، دي ب 170 وفي دي بكام دي؟ دي ب 250 عشان الكيس. بكام؟ 250. 250. والبلاطة الجميلة دي؟ دي ب 80. حلوة يا جماعة. بلاطة عينيها، بصوا يا جماعة، بص يا حاج محمد، تلاقي الجلد ماسك جامد، تعرف انها ايه؟ طازة. ده قلنا 80. ها؟ ده 80. 80 الباغة دي شوي أحلى ولا آلية؟ دي آلية، دي تتشوي. دي تشوي عريضة، دي بيغة عريضة دي؟ بس كبيرة تستحمل النار. تستحمل النار. في كام واحدة موزة كده؟ دول طلع بكام دول؟ لكن بتاع 120 بس مفيش منها اصلا. كاسكومري الجميل ده قلنا حاج هشام عامل 120. 120 يكفي ان هو شنشله؟ هو السمك بسم الله ما شاء الله صح. سيد الشنشله ده يعلى عليه؟ يبقى ليله واحده. ليله واحده يعني يروحوا المغربيه يرجعوا الصبح، صح كده؟ بالليل يخش بالصبح. ده قلنا كام؟ 120. والبلاطة قلنا 80. لا دي عاملة 90 عشان دي كبيرة شوية. دي 60؟ دي 90. 90. والسردينة الجميلة دي عاملة 100. 100. في حاجة صغيرة عاملة 80. بصوا يا جماعة اللي هي الضي الأصفر ده، بصوا الخط أصفر ده، تعرف إن سردينة سويسي من بحر إيه؟ من بحر السويس. طبعًا. صح كده؟ سمك بلدي. سمك بلدي ويكفي إنه طازة. ده طبعًا مفيش تخليل في رمضان. زيت وليمون وشوي. اخر اسبوع في رمضان العادي خمسة. الله ينور عليك. يعني يا جماعه اللي عايز
طبعا شعبنا الشعب المصري بيحب دايما يفطر على العيد الصغير عيد فسيخ حد معروف، والعيد الكبير عيد لحم. يعني يجي اخر اسبوع ياخد منك السردينه او الموزه او البوري او البوري، هتقعد على اسبوع بعد الستة البيض يبدا ياكل. هو اول يوم عيد يا دوله ما بيصبرش فعلا، يعني ما بيصبرش. لا خلاص عودنا على كده. الخرمان ده مبروم، ده المبروم. امسكها لي كده بعد اذنك بطول عرض ايديك كده، لا ميلها لي كده. ده خرمان. عندك فكره صيده صعب ولا سهل؟ لا هو يعني هو سهل غشيم، يعني يبتدش بسرعه بيبلع على طول. بس مشكله في سنانه. سنانه يا جماعه دي بتقطع الخيط. ممكن تقطع الخيط صح بس كده، لو مش حريف ونكش يعني ما ينتش. لا هو الصياد ما ينتش، يجر يجر بس يسايسه، لكن لو شد السنان دي هتجيب اخره. هو بيفضل يسايسه ويدوخ السمك وبعد كده. الخرمان العريض ده بكام؟ المبروم ده عامل 120. 120 يتاكل ازاي ده يا محمد؟ ده في ناس بتسلخه وتقطع بزل وتعمله صينيه، وممكن ناس تعمله زي ما هو كده وتقطع وتقيم، لكن ما تعملش مدفون عشان شوكه. لا في شوك، في شوك اي حاجه فيها شوك ما ينفعش مدفونه، ليه هتضرب معلقه الرز يعني بقى. لكن لازم المدفونه تتعمل بسمك في يعني ده انت بتقول يسلق جزل وصينيه هي مصنية ويا قلية. تمام. لكن تمام. ولا يتعمل شوربة ولا لا ما تعملش شوربة لا. لا. ولا ما تعمل. لكن دي ممكن تعمل شوربة خلازين. ده دي في القلية وشوربة البيضة دي أحلى من الأرانب. في الصابر. بصوا يا جماعة. بصوا يا جماعة. بصوا يا جماعة. بصوا يا جماعة. ده يتعمل شوربة. بس لو بدأ يتعمل شوربة. أيوه. وفي القلية جميل. ملهاش حل. جميل شوربه وقليه. جميله. قلنا البلاميطه اللي هناك ب 250. لا دي 200. دي 200 يا جماعه ودي 180. دوزن لي واحده كده عشان الناس تبقى عارفه. يعني 200 يعني تدفع 3 كيلو. 3 كيلو تقريبا. 2 3 ده كمان ايه؟ 4 3 3 وربع. 3 وربع يعني تقطع لها الكيلو. لا هو مثلا الكيلو ب 70، 3 في 70 ب 210 ب 200 يعني 70 جنيه الكيلو. 200 ولا ب 70 200 يا سلام. هذا طبق كده حوالي 65 60. واكلها لشعبك شعب الجمهور، اكلها لهم بقى. دي بتتعمل فيليه. بتتفيليه يعني بتتخلى من الشوك وتتسلخ وتشال السلسله والراس بتاعتها، بتتعمل زي الكبده لحم صافي. تحطها في ميه وخل وملح. لازم 3 4 غسلات خل وميه وملح. تنزل زفرة وتبيض شوية. تصفت لها اللحم يفتح شوية معاك. تبدأ تعمل معها. وبعد ما تصفت تتشوح شوية. ايوه قول. التوابل بالتشويحة وكل الجنب التاني بقى انت بتحط البصلة مع الفلفل الالوان والجزر والحاجات دي كلها. تروح تضربها في الصينية وفي الفرن بقى. تحط الاتنين على بعض وتضربهم على الوش فوق شوية 10 دقايق وبعد كده تحطها في الفرن. تتعمل تونة بالطريقة دي؟ على البخار. لو تونة تتبخر. على البخار على طاسة مخرمة. ايوه. والمية فيها بصلة فيها جزر فيها طماطماية. دي التونة. دي التونة وشوية زيت زيتون وايه وكل وايه وتهنى. والله يا جماعة برضو الخير جاي يا جماعة. يعني الشبكية دي تكفي 12 فرد تقريبا. احنا عندنا خير بفضل الله لحد يوم الدين ان شاء الله. ان شاء الله. توعد الناس في رمضان هتعمل ايه؟ والله انا اتمنى ان ربنا يعدي رمضان يعني جميل على الامة الاسلامية وبالذات في الفترة دي اخواننا في غزة. طبعا. ربنا ينجيهم وينصرهم يا رب. وينصرهم على عدوهم يا رب. يا رب يا رب. كل سنة وهم طيبين. وانت طيب. لكن في عروض في رمضان ولا انت ورزقك؟ انت ورزقك. صح. انا بقولها لك انت ورزقك، لان الراجل ده بينزل يتسوق من المينا واللي بتلاقيه اللي ربنا بيرسله بيجيب مرتب خالص. بس انت بسم الله ما شاء الله عليك عين واعيه وخبره. كم سنه يا هشام؟ نعم. خبره كم سنه؟ 30 سنه. 30 سنه. وانت يا محمد خبره كم سنه؟ 20. فرق السن بينك وبين اخوك؟ هو هشام عدل 50 انا حاجه 40. طب يعني هم العشر سنين. يبقى انا قلت اهو. ربنا يوسع عليك ودايما يا رب كده مشرفني ومشرف قناه حبايبك جمهور جوار السويس. شرف لي. الله يخليك. كده يا جماعه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانت طيب.